ابراهيم، نقطة علام على ابراهيم في التنزيل انه هو اول ما اكتشف الحنيفية، انه الكون متغير. نعم، وقد شرحت ذلك في الحلقات الاولى للبرنامج. حلقة انه ابراهيم، ومن هذه الحنيفية الاكتشاف انه كل شيء متغير معاذ الله، وانه الشرك والسكون في هذا الكون المتغير، اي شيء بتثبته بتسكنه معناتها في شيء صار. من الايات التي تبدا من فلما جن عليه الليل حتى قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين، فلما جن عليه الليل الى قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. نعم. انتبه هون بكون ابراهيم هو اول انسان وصل للحنيفيه، فهو اول انسان تفرد بهذا السلوك. طبيعي، لذلك كان أمة إماما وأمة، كان أمة تساب أنه بيظنوا أمة يعني كثير، لا، هو إبراهيم تفرق في السلوك عن غيره، كان واحد في سلوكه، فقال إن إبراهيم كان أمة. نعم، قدمت شرحا في حلقة سابقة. تساب الحنيفية إبراهيم عرف أنه أبوه وأمه، أنه أبوه عم يغشه. أنت بتعرف أنه أنت تثق بإنسان، هالإنسان تبين كذاب وعم يكذب عليك، تجي لعنده شو بتقول له؟ على الاقل يعني كف عن هذا الغش. يجي وشك مسموم يعني غضبان، طبيعي، وشكون ذاكره. وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم. بقلب سليم، وهذا يعني مسموم. وهذا اغرب ما قرات لك دكتور في كتابك، قلب سليم يفهمها الناس، قلب نقي. هذه في آية ثانية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه. يا سيدي، فرق كثير كبير. والكلمة نفسها سليم. نعم، سليم عند العرب أحيانا إذا إنسان لدغته أفعى فيقول إنسان سليم، هو يعني سليم. من ألفاظ الأضداد يعني. نعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي وادي غير ذي زرع عند بيتك الحرام ربنا ليقيموا الصلاة. نعم، فجعلنا في إقامة الصلاة لأول مرة تذكر عنه. تذكر عند إبراهيم. هذه كل الناس عرفوا أنه قبل ما فيه. هذه النقطة الأولى، هل النقطة الثانية؟ ما هي النقطة الثانية؟ بيت الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من نعم. البيت والأسماء. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق ومن الثمرات لعلهم يشكرون. هل ندخل عصر العبادات أو الشعائر التي تسميها الشعائر؟ بداية الشعائر بالصلاة وبالحج. نعم. ربي اجعلني مقيم الصلاة، إقامة الصلاة. نعم، ومن ذريتي. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. انتبه، ربنا اغفر لي ولوالدي، ولكن هناك ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ من تبرأ من هناك ابيه. هنا ربي اغفر لي ولوالدي، الوالد يعني ابوه والوالد. نعم، وشرحت كثير بيقولوا انه في فرق بين انه في والا لم يكن القران ليسميه اذ قال ابراهيم لابيه آزر. فهنا لازم نفهمها انطلاقا من رب العالمين صادق، تبحث عن المصداقية على الأرض. في ذاك الوقت ورينا احنا شريعة حمورابي قديش كان دارج القتل، وكان في معابد، معبد الإله وملكية الإله وإلى آخره. كانت الناس تقدم ضحايا بشرية للآلهة، قرابين بشرية تقدمها للآلهة. نعم. نعم. التاريخ عرف ذلك وبكثرة في منطقتنا. نعم، للنهر إذا فاض وفي منطقتنا. نعم. الآن بتروح على تدمر في معبد بيل أظن، لأنه شفته أنا. ما زال موجود. في مكان للطواف وفي مذبح. مذبح يذبحوا فيه ناس. إبراهيم اكتشف رب العالمين. عرف إنه رب العالمين. وفي وعي إبراهيم. إبراهيم ابن كمان شايف الناس أمامه. ابراهيم مو معنا عايش. وصل بفطرته طبعا بعد تأمل. انه لا، شاف ابراهيم الناس اللي معه للآلهة المزيفة عم تذبح لها قرابين بشرية. هو لا إله الحي شو يقدم له؟ شفت التداعي. نعم، كان نعم. هذه ظل في هاجس ابراهيم. الله اكبر. لسبب صار يشوفها بالمنام يوميا. ومنامات الأنبياء يوميا. نعم. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. مو رايت يوسف مره واحده. نعم، مستمره. يوسف مره واحده قال يا بني اني رايت 11 مره واحده. قال يا بني لا تقصص رياكك،
أما إبراهيم لا، إبراهيم عليه السلام إني أرى في المضارع، هاجس هاجس كانت يريد أن يرضي إلهه، وكان لسه القتل محرم إلهيا. ولازم نذكر أنه بإبراهيم لأول مرة كذمة حرام تنذكر وفي المكان عند بيتك المحرم. نعم هذه بكل الرسل، لا كثير مهمة، بكل شيء قبل إبراهيم إيه، لكن ما كلمة حرام ما نذكر، عدينا عنها تماما، عند بيتك المحرم لأول مرة، لأول مرة، لكن إني أذبحك إني أراد إسماعيل صح لو قال يا أبتي فعل ما تؤمر، يعني إذا كان إجاك أمر بالذبح تفعل، مو مجرد إنه أنت شف بدك تشوفني تذبحني عم تذبحني. شوف إبراهيم دقيق كمان جواب إسماعيل، كثير من الناس يفهمونها افعل ما ترى، لا افعل ما تؤمر، ما تؤمر فرق كبير، يعني كثير فرق كبير، يعني إسماعيل عم يصلح له، يعني انا مو ضد، بس لا ما عم يصلح له، عم بوافق معه، لا عم يصلح له انه تؤمر ولا ترى. فلما اسلم وتلى له ان دينه يا اوري لقد صح الله اكبر، ان كذلك نجزي المحسنين منذ ذلك الوقت فديناه بذبح عظيم. من ذلك الوقت اعلن الله سبحانه وتعالى عند على لسان ابراهيم لكل اهل الارض القرابين البشريه دي الالهه انتهت، في رب العالمين ما بده قرابين احد، لا تقدموا له ضحايا بشرية. الله الله. لسبب قال له ومن دخله كان آمنا. آمنا. ما عاد يذبح ولا قال له يأمن انه هو قربان، لا الله ما بينتبه. وهنا تتفضل. يأمن انه انا ما بدي، رب العالمين يؤمن انه انا ما بدي قرابين بشرية. هنا نعمة الأضاحي وفديناه بذبح. هنا نعمة الأنعام المذلل. لا سبق لك وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. لليوم بنقول سلام على إبراهيم. سلام. لليوم بنقول سلام على إبراهيم. سلام. لليوم.